حياكم الله احبتي المشاهدين وحلقه جديده من برنامج شو تحب. مثل ما عودناكم دائما نستضيف نجوم الفن العراقي ومبدعين العراق. اليوم ضيفنا فنان مبدع كل العراقيين يحبوه وانا شخصيا كلش احبه، راح نتشرف به وتتعرفون عليه، لكن بعد شوي شغله بسيطه وتعرفون عليه. تفضل استاذ. هسه خلونا سوية نرحب بالنجم الكوميدي والفنان العراقي النجم لؤي احمد. يا اهلا وسهلا. سيدنا واستاذنا وحبيبنا ونجمنا. الله يسلمك. شلونك؟ حبيبي. مشتاقين لك. ابن العم الغالي. الجمهور مشتاق لك. والله ان شاء الله نتواصل ويا الجمهور على قدر ما نستطيع يعني. اي صح. تعرف العجله متوقفه يعني. صح. مو بس يعني حاشرين بها عمود واحد اعمده يعني الظاهر هالشكل. يعني المنجز الآن اللي أسمع به يمكن 4 أعمال وهاي هذا رقم بائس جدا يعني على صعيد الدراما الرمضانية اللي المفروض يعني أقل شيء فد 10-12 مسلسل أقل شيء. أي صح. فللأسف يعني ما أعرف الاسم الثلاثة واللقب لؤي أحمد دايم. دايم إن شاء الله. دايم دايمين خيرك وكلكم دايمين. الحسيني نعم من الحلة. حسيني من الحلة. من حلة ديوانية. حلة ديوانية يعني. أي والنعم منك ومن عمامك حبيبي وكل عراقيين وكل عشائرنا على الراس. تولد يوم شهر 1/3/1977. هذا مولدك الحقيقي لو انطلاقتك ب 77؟ لا انطلاقتي هنا، بديت بالمسرح فهنا الولاده. هاي الولاده. جميل جدا. عرفت بعد قبل بعد فتراتك الديوانيه وين بدغاره؟ لا المركز. المركز أي. ديوانيه المركز. من اين بدات؟ ب 92. زين شنو 92 شنو 77؟ 92 لا هاي الانطلاقه يعني الجمهور بدا يعرف النجوم. أي. يعني من 77 ل 92 يلا انعرفت. اي شوف قد شلاليق شارع دقاق. هسه بمقطع بالتيك توك راح نعوج الهون يشوفون اكو بيهم يخطون هسه حاليا اللي نجمون. طبعا تحياتنا المبدعين، لكن اكو بيهم اكو واحد مثلا تجي نجوميه فجاه من مقطع لو يشخط اي ويشوفون الناس بالشارع ينقد ما تجي مو تجي تسيسي سيسي مثلك او مثل اللي تعبوها تجي هيك قبل لا يشخط راسا. حتى يظل يطب على اهله اسكب له الطعام يقول لامه شوف اصحى وامه شو عليها زين امه اي تحول توم وجيري يعني. شخصيته 300 سيد عز الحسين عمك رحمه الله على روحه. يا عمي رحمه الله. هم منجز مسيرتك برج العقرب وحرام السيديه. يوم حياتك لن تنساه اشتراكي برج مع مسرحيه البهلوان. اي نعم كانت تاليف الاخ سعد هدابي واخراج فتح زين العابدين الفرقه القوميه للتمثيل. اغلب الممثلين اخترعوهم سعد هدابي نجوم انه اي سعد كونه مؤلف كان يرشح يعني. اي طبعا باكتشاف لؤي احمد دعمني يعني. من اكتشفك؟ هي عملية الاكتشاف تولدت من هاي المسرحية. يعني من سعد هدابي احنا كنا نعمل بالديوانية المسرح الديواني. وياكم رضا طارش؟ رضا لا رضا بعدين رضا طارش بعدين. اي زين رضا ما كان له علاقة بالموضوع اصلا يعني. اي ترشحت انا واستاذ منعم سعيد يعني هذا ملك البانتمايم بمسرحيه البهلوان اخراج استاذ فتحي للفرقه القوميه للتمثيل. هي منا وبدت الانطلاق يعني. ان شاء الله بالتوفيق للجميع. عمر طويل ان شاء الله ويحفظك. للجميع يا عمري. احنا هسه فقره برافايل خلصت، عندنا فقره شو تحب؟ ايه روح فاصل وش تحب؟ يلا فاصل. فاصل؟ فاصل. اكيد من بعد الفاصل نرحب بنجمنا وحبيبنا
الاستاذ لؤي احمد. حبيبي كل هلا بيكم بجمهوركم. عندنا بهذا الدوره ثلاثة ظروف. شلون ظروفك؟ والله بين بين تحت رحمة الله. العاجبة على خير. اي اي مال هن قبل العاجبة على خير. اي ان شاء الله. اي ان شاء الله. داشة واحدة ثلاث اخوان بي. تقضي يا راضي. تقضي تفض تفض شافك الا تفض. اي وخلص مزبن خطية. ها يلين؟ شلونك انت؟ نعم انت نايمن. ياهو من هن تريد؟ يعني ما اي واحد. بها اسئلة صعبة وسهلة و وش مدرينا بعد يعني اختارت الاخضر باعتبارك هاشمي. ها؟ مرات تحب يقول استاذ لؤي لو سيد لؤي. ها؟ تحب يقول استاذ لؤي لو سيد لؤي. والله ابو اللول ايش قد حلوه. اه طيبه الامور. اي ربعه كلها صيح لابو اللول يعني. صدق؟ تحياتنا الربعه حبيبي. السؤال الاول، بعد نجوميتك في مسلسل برج العقرب، شنو سبب هجرتك؟ هجره؟ لا انا ما هاجرت يعني. احنا بالاحتلال طلعت من العراق. اي بس هي يعني ما يعني وراها ما قدمت شيء انه واو مثل برج العقرب، يعني اغلب الناس يسألون سافر هاجر. اي 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 ما كان اكو ذيك الاعمال الثقيله يعني. اي بعدين اشتغلنا عمل حربي عسكري طلع يمكن من ثلاث اربع حلقات ولغتها الحكومه في وقتها. ايه بال 99 هيك شيء. صعبه تشتغل عمل تتعب بيه وباللغي. ايه وتشوف جهدك يطلع يعني الله يساعدك. كان بيه خطا يعني. يعني بحيث يعني احنا كمقاتلين هاجمين بهالطريقه هذه والعدو هم هاجم بهالطريقه يعني. الرنق لسه التاريخ. اي صدق. شو تحب الكوميديا بالتعبير الجسدي ام الحواري؟ ما هن اثنين هن اجتمعن. ها اي يعني بس بالجسدي صعب تضحك ويعني الحواري جزء ذيب لك قفشه ذيب لك هاي الجسدي اصعب مو؟ هي صعبه لكن انت تضحك كنت بالتعبير الجسدي. اي مو مبنيه على الموقف. اي على الموقف. اي إيه يعني مثلا انت من تحت الجمله قد اخر كلمتين ما تكملها تكملها بتعبير يعني بادي تكنيك. طيب اذا في يوم مقدم برامج قدمك سبرنج المسرح العراقي تزعل؟ لا. ها لا ما ازعل لان انا معروف يعني الحركه السريعه على المسرح فما تزعلني يعني. تمام. السؤال الثالث، تم فصلك من المعهد. نعم. من قبل شخص. نعم. شو تحب تقول له الان؟ يعني بعد هذا العمر واني اكثر من مره يعني تهجمت علي اقول الله يسامحه يعني. اي لان اعتقد هو شوي صحته مو تمام. اها فما اكون يعني ذاك الحاقد. تبغى تسامح دائما؟ والله اسامح يعني. اه ايه تمام. يقال انك تحب المغامرات ومارستها في حياتك، تحب تغامر دائما؟ اي عندي هذا الشيء. عندي هذا يعني ما عندي خوف يعني من الاماكن من لا ما عندي خوف. تحب دائما تجرب اشياء جديده؟ اي ما عندي خوف. بالفن غامرت؟ اي من دخلت للانتاج وللاخراج. خرجت وانتجت؟ اي فتوفقت الحمد لله. يعني. طيب جبت ناس للوسط و يعني ينطبق عليهم مثل اتق شر من احسنت اليه؟ اي اكو ناس دخلت الوسط الفني؟ اي نعم نعم. وينطبق عليهم مثل اتق شر من احسنت اليه؟ اي ايضا اكو هيك شيء. يعني اكو ناس ترد الجميل ولو بكلمه. واكو لا ما يرد الجميل يعني. ليش دائما الانسان تقدم له ومثلا يجيك ومثلا انت بمكان يشوفك او واصل فضرب العالمين مثلا هو الانسان يوصل وهو توفيق رب العالمين. الانسان ما بيده شيء لا يملك نفسه شيء يعني. إيه يعني مجرد واسطه اكون اني اي بس تكون واسطه يجيك واريد ويتقرب لك وانت المبدع وانت الهيجي بعدين هم تقدم له الاشياء وتخليه على السكه ويوصل وهاي يصير لك عدو او يحس بعقده منك شنو السبب؟ ما هو ضعيف شخصيه يعني لا اكو مو ضعيف شخصيه لكن هو اللي يصير لك هو داخله يعني اللي تجيبه وتوصله يصير لك عدو. اي داخله مو نظيف. عانيت من هذا الشيء بحياتك؟ اي اكو هيك شيء. ايش قد ياخذ منك يعني الم والاشياء تقول بعد ما اسوي زين لون اقرب الناس؟ لا ما اقول هاي الكلمه. ما صارت بيك؟ لا ما اقولها لا. والله لانه مهما كان يعني انت
قد يكون جرحك شخص معين انت مقدم له خدمه او كذا. صح. فما تعمم يعني على الكل. تمام. في الحياه انت شخصيه جاده، ولكن بالتمثيل شخصيه جاده وكوميديه، من هاي الشخصيتين شو تحب؟ يعني انا احب الحاله اللي صار بها الفصل يعني ما بين حياتي الخاصه يعني كلؤي يعني بالشارع بالبيت. تصير مرات مثلا مكان سولف لنا نكتة هاي تغثك؟ اي ما احبها. اي كلش ما احبها لانه ما اعرف لها يعني بطبيعتي ما اعرف لها. لكن من اجي اكو نص عندي واساس اشتغل فيه. الجمهور يعني ما يعرفون هاي التفاصيل. اي تصور يعني مثلا هسه انا مقدم برامج. نعم. مرات مثلا بسيطرة او هاي شبابنا وجنودنا الله يحفظهم قواتنا من تحية لهم رسلان سول قلت له انا راح مطشر واحد مرة اطبق 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 جاني اي اي عليك العباس نكتة نوبي حلفك بالعباس قلت له راح مطشر عم عندي شغل قلت له بوس شغلت اي مو هي مشكلة اي هاي هم محبة يعني بس محبة صح واحد يحاول بس هي لها كل من اي يتلافاها بطريقة معينة يعني ويرضي المقابل صح لو واحد يسألك اقول لك هاي الضيفة حلوة لو وياك أيه. الحقيقة حلوة شو أنا واحد تعارك وياه شلون؟ اي فد يوم ابو جقاير تشمبر أيه. عنده رجال شايب يعني يعطي الصحة والعافية قال عم انا اظن اعرفك اي قلت له وين تعرفني؟ اي لا قبل انا كان عندي كي اشتغل على الخط قال لا تطلع بالتلفزيون قلت له اي انا طلعت اي قال اخذتها اي صار عندك جهال اي قلت له منو؟ كان يقول لي مفيدة على اي ناس طالب؟ على اي ناس طالب؟ برج العقرب. قلت له لا عمو تمثيل يعني قال شنو؟ ايه ما زوجتها؟ ايه لا لا قوى علي وشلون تخليها تروح من ايدك؟ شلون شنو؟ انت ما تفتهم؟ انت ما تعرف؟ المن اخذتها يسوي لي صدقوني يعني اي يعني كل عقله يعني انا عندي حبوبتي ايضا اكو عمل فوحده تطلع يعني ما تريدني تريد غير واحد وهيجي ام عمل مسلسل هو وجيت احيل هاي الفنانه وغيرها فحبوبتي مره كبيره وجهه تحيه حبوبتي ام والدي يعطيها العافيه كان يقول لي شنو هاي؟ وانت شنو هاي وجهها عسم؟ ما ادري شنو وانت وين تلقاك وشك احمر؟ قلت له شنو قلت لك؟ تعال مره متزوجه هاي واختي هاي يعني هم يقتنعون حتى اهلك مرات ما يعرفون هاي يقول لك يعني فطره هي هاي الطيبه والعراقيين وفطرتهم وطيبتهم تحيه لكل اهل العراقيين اي جمهورنا يخبل اي والله صدق يخبل بالمسرح شو تحب؟ تمسك بالنص لو الخروج عن النص ولا النص ها الخروج عن النص اكو البعض يقول النص مقدس اي اي بس مرات تطلع اشياء عفوية احلى القدسيه ما تمنع من انه انت ترتجل وتطيح ما يصير ملل مسرحيه 16 سنه تعرضوها يومين نفس الكلام تعيد على المسرح يصير ملل لا ما يصير ملل ليش؟ لان انت هي هاي الحلبه بينك وبين الجمهور الجمهور يعني صح اكو بيتكرر بس مو كل الجمهور صح يعني خلينا نقول مثلا 20 مكررين هذول اللي شايفين العمل كذا بس هي بين فترة وفترة يصير تجديد لازم يعني يصير تجديد بإضافة بجملة بكذا فاللي شايف العمل وحافظه يتفاجأ بيها ايه تطلع النص ايه يعني هو من خلال الشغل يعني طيب انت تشتغل مع الجمهور ودايركت مع الجمهور بيوم اللي مثلا عندكم عرض ويقول لكم يوم هذا راح نصوره ايه العرض من اجل بث بالتلفزيون من تكمل المسرحية وهيك تأدي مثل امام الجمهور امام الكاميرا لو يصير تقيد يعني باعتبار تخير الجمهور كله راح يشوفه هيك لا راح تتقيد الحركه يعني ضمن ما التفاهم ويا المخرج يعني واكيد ثلاث كاميرات مو اقل اي يعني يحتاج لها فيصير اتفاق انه انت بدل ما تكون حركتك سريعه هذه حتى يعني ما تتشوش الصوره هنا أنا لا حاول تقترب حتى اخذك كذا يصير بها اتفاق يعني مرات ناخذ قطعات بدون جمهور يعني اي نضطر او بالمونتاج يربطون ضحكه الجمهور اي هاي تصير العمليه تمام انت ابن جيل مفعم بالنجوم امثال احسان دعدوش الف تحيه له وسعد خليفه الف تحيه ومجد ياسين ابو ياسين الف تحيه كل نجومنا اللي تنذكر اسمائهم تحيه وغيرهم 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 ماجد ابو زهره انت شو تصنف نفسك بهذا الجيل؟
ومن اكثر ممثل تحب تشتغل وياه؟ يعني تحس نفسك انت عندك كيمياء وياه، اكو تقارب مثلا، بس يباع عليك تباع عليه يفتهمك. والله انا كلهم جربتهم يعني. يعني الكل احب اعمل وياه. يعني ما عندي شخص ما يعني عندي مثل نقاط عليه او شيء. طيب لؤي احمد يقال انه انت اول من قدم عمل ضد النظام بعد سقوطه. نعم. واثر على مسيرتك وسبب لك مشاكل. نعم. شو تحب تقول عن هذا الموضوع؟ ويقال انه حينما يتم ذكر لؤي احمد باعمال صار عليه اكس بسبب هذا العمل، اليومنا هذا. يعني هاي مشكله عشناها. انت اخذت الحصه الاكبر. اي انا الحمد لله والشكر، حتى الشرقيه حاطه اكس عليها. ها. شرقية خالي اكس عليك، شنو السبب؟ ما اعرف، انا اشتغلت ببدايه تاسيسها عقد المكبسلين تحيه للمخرج جمال عبد الجاسم وياه، وحتى ما كملت العمل يعني. سبب؟ اعترضت على جمله القناه رايديها. شنو هي الجمله؟ الجمله كانت تسيء رئيس الوزراء في وقتها اياد علاوي. اي دكتور اياد علاوي. زين قلت لهم انا ما كاتب هاي، يعني احنا كنا ثلاثة، أنا كاتب 10 حلقات، قحطان صغير تحية إلى كاتب 10، وحسين النجار كاتب 10. فمن ضمن الحلقات هذه مالتي ضايفين جمل، قلت أنا ما كاتب هذا الشيء. الرجل ما عرفه، يعني شلون أنا أسيل واحد ما عرفه؟ خلينا نجرب نشوف، يعني يجوز خوش نساء. إيه شيت ما مجربين بعد هنا نقص الشريط. قلت الشرقية خالين أكس أيه؟ علي بسبب العمل اللي قدمته على النظام السابق؟ أنا ما أعرف، قد يكون لهم وجهة نظر أيضا على هاي القضية. يعني الموضوع هذا حتى يعني أنا ما أتوقع، يعني حتى بالفن يدخل هالموضوع. يعني مثلا هسه أنا مثلا نفرض فرضيا فناني يحب السيد السيستاني، فناني يحب السيد مقتدى الصدر. نعم. أو واحد توجهه يعني ما له علاقة، الفن ما له علاقة، هذا فن يجيب الابداع او مقدمه يجيب شعلي حياته الشخصيه، لو هاي همتي لها تدخل بالموضوع؟ لا لها 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 لان انا احس هذول يحملون كتله من الغباء يعني. ما احتووا الوسط الفني، الوسط الفني مو بس الممثلين، لا على صعيد الفن بكل تفاصيله، يعني من الادب من الشعر من القصه من الموسيقى التشكيلي، يعني خلف الله على الأستاذ قاسم سبتي حقيقة. صح صح. موقف الجمعية على رجلها. صح صح. رغم نجوميتك لكنك متمسك بالمناطق الشعبية وتشاركهم الطقوس الدينية في المناسبات، شو تحب من هذا المزيج؟ وقبل ما تحكي على الشعائر الدينية والمناطق الشعبية، علاقتك بالكسرة هاي المنطقة الشعبية؟ الكسرة تخبل. ايه. شوف الكسرة عبارة عن كل بغداد، شايها بالفحم أشياءها أمورها. اي يعني تحية للرياض، هذا يعني أكثر شيء تلتقي العالم يمه. شوف من زيونة، من بغداد جديدة، من الكرادة، من القاهرة، من الكاظمية، من الحرية، هاي كلها تتواجد هناك. صح شايف. زين من المدينة. صح. فهي عبارة عن بغداد مصغرة هاي الكسرة. ريوقاتها طيبة، هاي اللفات مالتها، هاي الكبدة والبوتيتة هو شو تريد موجود يعني. بابا العباس يسوي هيك جاع. اي لا منطقة وما بها مشاكل من زمان، حتى رغم بأوج نجوميتك تبي منطقة شعبية. طقوس الدينية، زيارات، تفاصيل تحبها؟ اي ها اي يعني حلوة هالمجالس، حلوة. اي تستفاد من عندها كثقافة كتفاصيل؟ يعني أشوف الناس وين واصل وعيهم يعني بهاي القضية. من اليوم أنجم ممثل كوميدي عندنا بالعراق؟ أنجم ممثل كوميدي عندنا بالعراق. وكم ممثل كوميدي مثلاً يعني مثلاً تحسه ما يستحق هاي الهالة اللي ماخذها؟ والله شوف يا احنا لانه اكو مثلا انت صريح، الكل يعرفك. انا صريح. اي ويعرفك. اي الاستمراريه بتولد حضور دائم يعني. صح. زين وتفاعل الناس بالشارع وياه يعني، عرفت شلون؟
فما اقدر احدد لك بالضبط، لكن اكو ناس حقيقيه ما لها علاقه بالكوميديا. حاليا نجوم؟ او نجوم. مفول مو؟ اي. ماديا ونجوميه وهيك؟ اي اي اي. هو ما له علاقه بالكوميديا؟ ما له علاقه بالكوميديا، يعني من تجي تقرا لا. تقدر تذكر اسم؟ لا، لانهم اولا هذا اصبح له جمهور، هاي وحده، فانا احترم جمهوره قبل لا احترمه له. هاي وحده. زين. اثنين، انا اكن محبه للجميع واتمنى التوفيق للجميع. يعني ما مشتغل ويا هو الفنان اللي تقصده؟ لا مشتغلين. يعني انا الاغلبيه مشتغل وياهم. يعني قلت لك بديت ويا الكبار ويا الرواد يعني، وبعدين الشباب هم كلهم يعني من خلال المسرح عملنا سوية. استاذ لوي شكرا لك. عندنا فقرة شنو رأيك؟ هسه بدك انت تطلع فاصل. انا اطلع فاصل. فاصل وانا واصل. جمهورنا العزيز، رجعنا لكم بعد الفاصل ونشوف رسلان جضام منا شنو رايك. يلا شنو رايك اصدر لك صور؟ صور العلم العراقي هذا. اصلي علي. الله تكتفي بدي اصلي علي. النجم ألف صحة وعافية. الحبيب مكي عوافي. ألف صحة وعافية. هذا أخويا وصديقي وأستاذي، وعملنا جزئين برج العقرب، ويعني حقيقة أيام سعيدة خلصتها وياه. الله. إنسان رائع. كل إحنا نحبه، نجمنا. منو الأنجح، الجزء الأول أو الثاني؟ الأول كان أفضل. أها. السيد السيستاني. الله يعطيه الصحة والعافية. هذا اللي حفظ العراق. أمل طه. ألف رحمة على روحه. هذه كانت الملح مال الدراما العراقية والمسرح العراقي. فشي حلاوة حلاوة يعني. إيه. إنسانة لطيفة وحبوبة وأخت للجميع. متعاونة أيضاً مع الجميع. إيه ما عدها هذا. رحمة الله على روحه. جديد وهذا قديم وهذا لا. تتعامل ويا الكل. حب. إيه. الاحتلال. هاي اللحظة اللي دائما أسب بها أحزاب الخراب اللي تحكم هسه. شلون؟ لأنه هم يدعون أنه أصدقائنا. يسموهم الأصدقاء. وش طلعوا بعدين؟ جاء أصدقاء واحد محتلك. زين أنت سمي صديق، إذا أنت هم محتل. يعني الأحزاب أيضا محتلة. محتلة طبعا، احتلوا. جميل. ما خلوا مفصل بالدولة، ما احتلوا وأخذوا كل من المصلحة الحزبية. جميل. ما التقيت بسياسيين؟ سياسيين؟ إيه؟ الحمد لله والشكر، يعني يجوز شفتهم عن قرب. إيه. إيه. بس تعاملهم وياك يحبوك ويذكرون أعمالك. والله إذا يحبوني ويذكرون أعمالي فهذه نعمة من رب العالمين. إيه. والنعمة الأكبر إذا يوم من الأيام أنا حبيت واحد من عندهم. ما تحبهم؟ ما أحبهم؟ إيه؟ دول الدم سنوننا يعني. إيه والله. خلصت. خلصت. منو كان ببالك صورة تحب نعرض لك إياها؟ تعلق عليها. خليل الرفاعي أبو فارس. رحمة الله على روحه. يعني أنت من استعرضت لي يا طه ومكي و أبو فارس. كان أستاذ ومعلم مو كفن. يعلمك الأدب. الله. شلون تكون فنان مؤدب. إذا أهلك ما مربيك أبو فارس يربيك. الله. طالما أنت دخلت للوسط الفني بالالتزام بالاحترام بالصوت الواطي كل التفاصيل. أصولي. أصولي مثل ما يقولون. أصولي. نعم. أصولي. أي. طبعاً إحنا مخليك صورة الفنان ياد راضي، لكن الآي تي ما أعرف نسوا يخلوها. فش تقول لي ياد راضي؟ يعني أقول له ألف تحية لياد راضي ونجم له وضعه وصديق عزيز يعني، وأتمنى له التوفيق. عندنا فقرة تنجح وربح. لكن بعد الفاصل. بعد الفاصل؟ إيه. فاصل ونواصل. يلا.
يلا نروح يلا نروح استاذ لوي مستمتعين بوجودك. يسلمك يا حبيبي. والطاقه الايجابيه والابتسامه ان شاء الله دوم، وان شاء الله نكون خفيفين ظل يعني على الجمهور وعلى يعني برنامجكم يا حبيبي. عندنا الفقرة تنجح وربح كالتالي، اسالك سؤال نعم وتجاوب عليه، كل ما تجاوب صح اعطيك حرف، بالاخير تجمع الاحرف تطلع شخصيه مشهوره. جميل زين. وبنهايه البرنامج اخر حلقه راح نجمع الضيوف منو ماخذ اكثر شيء، مثلا اكو 70 اكو 80% اكو 100% اكو 90 اكو، الى جائزه الفنان ياخذ اكثر. زين عدل؟ تمام. نبدا باول سؤال، جاهز؟ جاهز. من صاحب كتاب وعاظ السلاطين؟ ما ادري. ها؟ ما ادري. زين هاي مال ما ادري. ايه لان بالمناسبه ترى احنا زنجرنا. ليش؟ والله هاي الفترة اللي قاعدين بيها بلا شغل وبلا هذا غير إيه؟ لأنه تقوقعنا بأشياءات يعني كلش بعيدة يعني صح. عن المتابعة وعن القراءة وعن ال صح. فهسه متفاجئين مثلا السؤال هي مو ذاك ال شو اسمه إيه؟ بس ما اختصر وياك أقول لك مال. اي هو الفقرة هاي مو بقدر ما إجابة الضيف بقدر ما هي ثقافة عامة للجميع. إيه إيه نعم. إيه إيه ليش أقول؟ إيه. ضيف الاسم اللي هو صاحب الكتاب العلامة علي الوردي. إيه شوف ما أقول لك يعني ما تحضرني لأنه إحنا صرنا بعيدين. مخرج مسلسل أمطار النار. أمطار النار أستاذ. أبو اسمه صالح. إيه. إيه. خلي أرتبك. وغير ممثل بي. ايه ممثل بي ما يعرفه. ايه راد لك 25 كيلو زبيب. ايه هيك شيء قاعد. ايه قال ها قال شو لا كيو لا جسمه قال تهت. عرفت ولا لا؟ اي عرفت. شو اسمه؟ صالح. ابوه اسمه صالح. اي ابوه هو عنده هيك اسم من العزم من ال عزام صالح. عزام صالح. غير اقول لك بمثل بالعمل انا ما عرفت. لا شلون ما عرفته؟ لا احنا غير نتداهر لو راشن هيك. يلا نتداهر. الله راح اطيح. شكو هذا اول حرف. أي. عندك حرف ناقص من الاسم. من هي الناقه التي ذكرها القران؟ ناقه صالح. صحيح. جابتك صحيح. من هو مخترع الشاي؟ مخترع الشاي؟ ايه زهرة. واحد حتى صار اله سيلان. ها؟ هذا اي سيلان. ايه شاي سيلان. ايه لا يا سيلان. خاف شاي لوي. مخترع الشاي. واحد حتى قاموا يعبدوه اله صار بالهند. إله بالهند؟ إيه؟ هم التمر أبعدهم ذولا. إيه هو التمر خستاوي إلى إله. إيه إيه ما ويجوع ياكله. إيه إله ما التمر يجوع ياكله. وينك إلهي الوكيل؟ عم عندنا رحمة، إحنا عندنا محمد وآل محمد. إيه إيه الحمد لله. لو ما رسول الله كان حالي هسه. الحمد لله. كان آلهتنا هسه تمر. عشان تاكله نستله. تشفوا الجماعة حاطين لهم خشبة وحاط لها عيون وخشم وهذه. إيه. وزارع لها شعر. شو اسمه؟ ما ادري هم بافريقيا ما ادري شو. ايه او انه بيهفوله خاف يجمر. الجواب هو بوذا. بوذا هو هذا مخترع الشاي؟ ايه بس هذا ماخذ حتى بالصين ولا وين؟ ايه يعني هو جواب ما عنده. ما اسم بنت الحسين التي عندما رأت رأس أبيها ماتت؟ أول حرف من اسمها راء. رقية؟ أي رقية. سلام. سيدة رقية سلام الله السلام. عليها. هو هذا العشق الحقيقي. أي هو شاف مني يقول لي أموت عليك. هو هذا الصدق أموت عليك لأن شافت رأس أبوها وماتت. الله عزيزة الحسين هاي سلام الله عليها. بس الجماعة يتاجرون بي. طبعا اليوم كثر القصف. ايه من القائل قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي؟
معروف شاعر معلقات كبير، بحيث من قتل والده جو قال له ابوك انقتل اسمه حجر ابوه، قال لهم اليوم خمر وغدا امر، استمر يضرب. اي ابو نواس، ابو نواس شاعر معلقات، ابو نواس زمن العباسيين. اي شاعر معلقات. اي اللي الحكي اللي يمنا تحكني حط فلوس انا كارم كل شيء غير مضبوط وابو العباس تريد مني بفا نبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي ابو علاء عنده قصيده على ام والدته امرؤ القيس. امرؤ القيس عندنا المعري امرؤ القيس اي علاقته قويه بالادب. شنو؟ لا اقول لك مزنجرين والله العظيم والله شوف انا كل غضبي زين صح لانه انت مقهور يا خلين عليكم اكسه الفنانين اللي السعوفك خلى على الشغل بس لكم محبه ولكم علامه صح بقلوب كل العراقيين الحمد لله الحمد لله وشكر. احنا هسه همنا ما قمنا نبحث عن الثقافه بقدر ما نبحث عن لقمه العيش حتى المواطن يعيش بكرامه صح يعني هذا شعار كثير من الفنانين. ما هي المسرحية التي كتبها شكسبير بطلها شخصية عربية؟ نعم ربيع أم عطي عطي إياها عملت عطي شعدنا بعد الاستحية نجمتنا نعم ربيع والدتك ناس عمرو عادل تعرفه بيني ام عطيل. ايه ما هي الاتفاقيه التي قسمت الوطن العربي الى دول؟ هذه الاتفاقيه في عام 1916 موجوده بالتاريخ مال اول متوسط او سادس ابتدائي لو ثالث متوسط ما اتذكر انا هم زنجر ذاكرتي سبالي ليس ما انساه لان بالتاريخ موجوده. جنيف هيك تاخذ جنيف هاي من الجنيف يسوي شيء هيك هيك ولا حشمه ايه جنيف ايه اتفاقية ساكس بيكو ساكس بيكو مقربت لك اياها حتى التاريخ اعطيت لك اياها بعد شو اسوي لك؟ اقول له شنو من الذي هجاه المتنبي وامر بقتله؟ يعني المتنبي هجاه وهو امر بقتل المتنبي من الموت يخلون علينا كل عروة بن الورد ها يخلون علينا ورد علي القبر يخلون ورد يعني حتى بالجيش بالدورات مال عسكرية وهاي يخلون كافور اي كافور شافه يقول لك انا كافور اي شو اسمه كافور شنو كافور الاخشيدي الاخشيدي اجتك شلون هذا؟ ها؟ شو اخبارك؟ زين سلم عليك. سيقول له يا احمد يزاغل بالدومنة. الرمز العراقي عندك 13 حرف نقص، ترى تعرفه ما ادري. خليني اقول لك احسن حتى اريحك واريح الجمهور، سليم خضير. الله الله يعطيه الصحة والعافية. ربي يعطيها الصحة والعافية. والله يا ريت ينقلون الكاميرا يمها ويسوي لها حلقة. والله نشرف الله يشهد حقيقه يعني لانه هسه يعني الا بعض الاصدقاء وصلوا لها يعني ايه انا هسه بالضبط ما اعرف هي رجعت لشارع فلسطين او بعدها باربيل عندنا برامج احنا يعني مراسلين وهي المختصه بهاي الاشياء كبرنامج حوار احنا شلون ما يصير لكن نشرف احنا نروح لنزورهم ونخليها على راسنا وحلو هاي العرفان من عندك والانسانيه ايه والله يعني حتى لو فريمه صغيره هيك يعني عامل نفسي اي انه واحد يتذكرهم اي نشرف شلون فنانين هذول تربينا على فنهم استاذ لوي اخذت 40% وهاي ال 40 انا ساعتك فيهم كلهم حلو بعد احنا الدم اللي صرخ هاشم اي شلون لازم شلون وعلى هذا نختلف اي 50% سويت لك اياها مو 40 الله حتى ناجح ما ترسب اي جاتنا قرار ودرجه حزبيه هم 10 صدق انت شفت الحزب بعد؟ لا انا من عائله ما لها علاقه بالبعث الكل يعني ما والنعم منكم ايه الحمد لله كلمه لجمهورك و ايش تحب تقول يعني انا بس اتمنى لهم السعاده والامان والعيش بالكرامه الان يعني انا ما اقدر اقول لهم جمهور الحدان يعرف لو احمد بالشارع من يمشي
الحمد لله. نجوميه نفسها يعني تارك انطباع الجمهور. الحمد لله. نعمه منا الله. اي خاصه اكو بعض تفاصيل بال هاي البرامج وكذا يعني هم يتذكرك اللي ناسيك يتذكرك من خلالها يعني. صح. وانت صوتك بس تقول السلام عليكم كلها تعرفك. الحمد لله والشكر. انت عندك كاريزما بصوتك وبوجهك. اي اي يلا ما سالب بي هاي. ها سالب بي. بعد الله ويش شيخ نطلع هذا. هذا. يا هاي خاصه. اشتغلنا واحد طبعا واحد الله ينزلنا التحشيش كله مال الثمانينات. اي قلت له. اي وجه له تحيه. فتحيه لكل اهلنا بالعراق وخارج العراق ويعني يا رب يعيشون بسلام يا وامان. يا رب. الحمد لله وشكرا. الف تحيه لك استاذ لؤي. شرفتنا وكنت ضيف رائع. أخذت 50% وناجح وما ترسب أخ فاطمة خدمتك. يلا حيو حيو يا باش حياكم بالظهر. يلا جيبوا نتفق. شكرا أستاذ. أنا اللي أشكركم جدا. هاي دائما باللقاءات يعوفوهن ليش شربوهن جمز الأمور ولا يرد كله بختك سكر ذاك السكر كله شعب. لا هيك ها كافي. شكرا أستاذ حبيبي والشكر موصل لكم محبة المشاهدين. شوفكم حلقة جديدة. باي باي.